بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب الجميع يكون بالف خير وسعاده. كالعاده لو مره تتابعني اتمنى تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو بتتابعني باستمرار فانا اكيد بشكرك على المتابعه واتمنى تعمل لايك على الفيديو ده. وتحياتي من قلبي لكل الناس اللي بتعمل لايك قبل حتى ما تشوف الفيديو، انتم في القلب دايما بقولها. وتحيه طبعا للجمهور المغربي الراقي العزيز على قلبي اصحاب هذه القناه. وعايز اقول ان احنا ما زلنا في تحدي الوصول ل 100000 مشترك، اقتربنا بشده من ان احنا نكسر حاجز 86000 مشترك، يعني 14000 مشترك يا صاحبي، هانت جدا وان شاء الله نصل ليهم ونحقق رقم ال 100000 مشترك في اسرع وقت ممكن. بشكركم مره تانية وثالثه. كلمتين بقى بسرعه قبل ما اتكلم في الفيديو، اعذروني يا جماعه، امبارح كنت اوت مود تماما، متضايق زعلان عشان الوضع اللي فيه نادي الزمالك، خسارات متتاليه، عدم استقرار اداري، مشكله التسيير اللي انتوا حضراتكم اكيد عارفينها بالمغربي، يعني تسيير اداري، قرارات غلط، اللعيبه مش مركزه، بنخسر من كل الفرق، فالامور كانت صعبه، فاعذروني امبارح على الحاله اللي انا كنت فيها. بشكركم والله على رسائلكم وتعليقاتكم الجميله اللي انا بشوفها، ودايما بترفعوا معنوياتي كده، وزعلي غالي عليكم، دي على راسي من فوق، اجمل اخوات والله العظيم. هكلمكم على فيديو رائع جدا، الهلال السعودي. بنبارك اول حاجه لفريق الهلال السعودي انه وصل لنهائي كاس العالم للانديه بعد فوزه على فريق فلامينجو بنتيجه 3-2، ماتش كان قوي جدا. فلامينجو فريق محترم، فريق محترم فاز عليه 3-2، فريق برازيلي عنده امكانيات، عنده لعيبه، عنده كل حاجه. وفاكرين لما انا قلت جمهور الوداد عليه الا يحزن رغم الحاله الفنيه السيئه اللي طبعا عليها فريق الوداد، انه مش في احسن حاجه، وكان اجمل حاجه في اللقاء الجماهير، ولكن حتى وانت سيء خسرت بركلات الترجيح، وكنت متقدم حتى الثواني الاخيره قدام فريق الهلال، وقلت لك ايه ساعتها؟ الهلال عنده لعيبه مختلفه، عنده كواليتي واداء مختلف، ومرشح للوصول للنهائي، وقد كان وبالفعل وصل للنهائي. كده الهلال السعودي يا صديقي اصبح تاني فريق عربي يصل لنهائي كاس العالم للانديه، بعد طبعا لازم برضو بصمه مغربيه رائعه عن طريق فريق الرجاء العالمي اللي وصل سنه 2013 لنهائي كاس العالم للانديه قدام باير، والبايرن طبعا فاز بالبطوله، ولكن فريق الرجاء هو اول فريق عربي يصل لهذه البطوله. دلوقتي فريق الهلال اصبح تاني فريق، نتمنى ان شاء الله يعتبر بقى النهارده الاهلي يفوز، وده يعني مفيش حاجه مستحيل في كره القدم، ولكن ننتظر نتمناها عربيه ما بين النادي الاهلي ونادي الهلال، ويبقى نهائي كاس العالم للانديه لاول مره في التاريخ يكون طرفينه فرقتين من العرب، حاجة أكثر من روعة. إحنا ضمننا إن في المغرب طرف النهائي فريق عربي هو الهلال، ولكن نتمناها اتنين من العرب. عايز اقول لكم ان الماتش كان متكافئ بشكل كبير، في تقارب المستوى، يعني مثلا فريق الهلال 11 تسديده مقابل 13 تسديده لفريق فلامينجو. التسديده على المرمى 5 للهلال، الهلال دايما بيلعب ان بوكس يعني على الصندوق على ثلاث خشبات، اما فريق فلامينجو فتصويبتين بس على المرمى جم بهدفين. الاستحواذ قريب جدا برضو، 47 للهلال 53 لفلامينجو. التمريرات 481 للهلال 517 لفلامينجو. دقة التمرير 83 85. الأخطاء 15 وبرضه هنا 15. بطاقات صفراء 3 ل 5. بطاقات حمراء واحدة بس لفلامينجو في آخر الماتش. تسلل الهلال السعودي ما وقعش في ولا حالة تسلل، أما فلامينجو وقع في التسلل مرتين، ضربات الركنية 4 و4 برضه. الأرقام دي تقول لك إيه؟ الماتش كان متكافئ، وان الهلال كان بيقابل خصم عنيد، الماتش ما كانش سهل، وطبعا في سعاده كبيره جدا على فكره. عفوا، الجو عندنا في مصر ساقع جدا، فانتوا اعذرونا بقى كحه وحاجات، وممكن تلاقوني بعطس، يعني ايه يعني ربنا يعدي بقى الساقع ده على خير. عايز اقول لك ان المدير الفني لفريق الهلال كان سيرحل عن صفوف فريق الهلال في حاله خسارة الفريق من مين؟ من الوداد. واحد يجي يقول ازاي؟ يعني ممكن فريق الهلال كان يضحي بدياز؟ اه والله. وكان في، عايز اقول لكم انا كنت متابع تويتر لحد الدقيقة 89 او 87 لحد ما الوداد كان متقدم يعني. والله العظيم كل التغريدات اقالة دياز من تدريب الهلال ومبروك للوداد، وكانوا بيباركوا، الماتش كان بيخلص خلاص، وكله كان هيمشي المدرب دياز. دلوقتي مطلعين دياز السماء عشان تعرف كرة القدم وقد ايه كل حاجة فيها متغيرة. إذا يا مغاربة يا محترمين يا أجمل شعب في الدنيا، تحياتي ليكم وبحبكم جدا. النهائي هيكون عربي عندكم في طرف عربي، وده حاجة أكتر من روعة، وما زالت المغرب بتقدم هدايا لكل الوطن العربي بجمال الاستقبال بالأجواء اللي تساعد على النجاح. والحمد لله الهلال وصل، عقبال الأهلي إن شاء الله. وإذا هقول لكم برضو ذكر المغرب دايما يذكر حتى وهي مش موجودة في النهائي، لما نقول إن أول فريق عربي صعد لكأس العالم للأندية كان الرجاء في عام 2013، الرجاء العالمي، فإذا برضو بنذكر المغرب بكل خير. تحياتي لحضراتكم، مليون مبروك للشعب السعودي اللي على راسنا من فوق، مليون مبروك للشعب العربي بالكامل
اللي اكيد فرحان لاخواته السعوديين اللي عندهم فرق محترمه وعندهم دوري قوي جدا. ولك ان تتخيل ان كريستيانو مع النصر مش قادر يعافر حتى ان الفريق يبقى في مكان كويس، وخسر من الاتحاد، فاذا الفروق هناك مش كبيره والدوري هناك قوي جدا، وحتى كريستيانو مش قادر يعمل الطفره الكبيره مع النصر. فهنيئا للدوري السعودي بهذه المنافسه وللشعب السعودي بهذه الفرق. مليون مبروك من مصر وام الدنيا لكل الشعب السعودي، ومليون مبروك يا مغاربه ايضا على هذه البطوله والتنظيم الرائع. تحياتي لحضراتكم، ما تنسوش لايك على الفيديو ده، واكتبوا لي ايضا رايكم في التعليقات. السلام عليكم.